شو عم بصير عرفان؟ مبين انه مكتوب علي عيش خيبة امل بكل رجال بعلق عليه امالي. مثلا انا تزوجت من سليمان وخاب املي فيه، قمت جبت ولد منه فكسر لي قلبي. هلأ اخترتك توقف جنبي من شان اتحداهم، بس شكلك ناوي تخيب املي مثلهم. على اساس لا تقلقي نعمة خانم، المسا عندي بشارة. وين هالبشاير؟ حضرتك صار معك كل هالخيبات بسبب القرارات الخاطئة اللي اخدتيها يا نعمة خانم، بس انا ماني قرار خطأ ابدا، وقريبا رح تشوفي. العمر عم يمرق يا عرفان وما بينطر حدا. قلي امتى هي قريبا؟ انا مثل ما وعدتك رح خليك تصيري غنية لدرجة تخلي كل اعداك يغاروا منك، وسليمان رح يجي لعند رجليكي، بس انتي لازم تساعديني قبل. طيب قلي شو بقدر ساوي لحتى ساعدك وانا جاهزة. سليمان فقد انسانيته من زمان وتحول لوحش، فإذا أخذت عضة من لحمه أنا شو بدي استفيد؟ أنا محتاج أسنان حادة نعمة خانوم، ما فينا نضل عم نرش رمل بعيون بعض طول الوقت. مشان أقدر أهزم سليمان لازم فوت على حصنه المنيع. يعني رح تدخل بالشغل سليمان الممنوع؟ إيه بدي أوصل للممنوع. لا تواخذني أمانة، بس فاجأتني الفكرة تبعك. لك انت عم تحكي عن جد؟ طبعا، وانت ادرى الناس وبتعرفي منيح كيف سليمان وصل لهالمرحله ومنين جاب القوه تبعه. وقت قطعتي له كم غصن وسحبتي منه المصاري ما صار له شيء، ورجع جدد براعمه لانه عم يستمد قوته وعم يحمي جذوره من تحت الارض. واذا ما نزلت لتحت الارض مستحيل اقدر نشف جذوره واقضي عليه ابدا، وغير هيك مستحيل نهزمه. بس هاد الشغل مو مثل الحكايات اللي بتقراها بالكتب عرفان، لأنه هالشغل كله ألم ودم وكله وحشية وصعب إنك تتحمله. هالشغل للقلب الميت. فوندا، معك عمران، كيفك؟ طيب محتاجين شي؟ بصراحة حابب أطلب منك خدمة صغيرة، بس تعرفي أنا بيهمني الكل يكون مرتاح ومبسوط، ولهيك أنا رح أحتاج مساعدة منك. وأنا صغيرة كنت حبه لعمي بجنون. عمي هاد كان أصغر من والدي وتفكيره منفتح أكتر، حتى أنا ربيت مع أولاده، وبليلة من هالليالي بذكر إنه قدام عيوننا كلنا راح بابا قوصه وخلص علي. شفتي هالشي بعيونك؟ شفته طبعاً، ما هو كان أصلاً متقصد إنه الكل يشوفه. إيه بهداك الوقت كنت عطول فكر إنه كل العيال مثلنا بيعيشوا. إيه بتصدق؟ على أيامنا كل شي كنا نشوفه ما كان طبيعي. الأب قاسي كتير مع عيلته، وكل أب بيحمل على خصره مسدس، حتى ممكن بأي لحظة يجي خبر موت حدا من العيلة. وبابا ضل زعلان على موت عمي شهور طويلة. تخيل، أنا بحياتي ما شفت أبي عم يبكي غير بوقتها. عمل مراسم الدفن وقرايبيننا إجوا وعزوا، وبيوم ما تحملت وسألته، قلت له بس فهمني ليش قتلته. وتخيل من مجرد السؤال اندهش كتير وقال لي هو ما كان بس أخي، عمك قطعة من قلبي، بس الحياة مو عادلة. يعني العبرة الفوتة على هاد العالم ما في بعدها طلعة، وإذا ما بتعرف ليش رح قلك يا عرفان، لأنه أنت استحالة ترجع تكون مثل ما كنت، ولازم أول شي تترك ماضيك وراك. ماضي يحرقوه من زمان نامت خانوم، من لما دخلت على المنفردي ودفنت الماضي هنيك وتركته لعرفان، وما بدي منك غير تدليني بس. انت وعم بتقول هالكلام الرحمة عم بتنقط من عيونك على فكرة. اوف ماشي، طالما انك قررت ماشي. انا ما بقدر افتح لك هالباب،
بس أنا بقدر وصلك لعند هالزلمة اللي ممكن يفتح لك هالباب بجدارة، وأنت عليك الباقي. أنا على الباب. أنت شو عم تعمل هون؟ اللي أنت شو عم تعمل هون بابا؟ لأنه ما عم تردي على تليفونك. بدهم يقتلوني يا بنتي، علي ديون لازم أدفعهم، بدي مصاري. فوت لجوا، فوت، انت رح تفضحني، فوت. تنتظرني هون وما بتروح لمحل اجي ماشي؟ صباح الخير. صباح الخير. مين هالزلمه؟ المصلح قصدك؟ جماعه التامين بعتوه. تشرب شاي؟ مو غلط ولا قهوة؟ ماشي يلا يلا على عيني. اجي معي. لا شكرا ما في داعي، مو محرزة. انت انطرني هون وانا ما بطول. واعملي إلك لنشرب سوا. ماشي، خود هدول وروح بسرعة يلا. بس ما بيكفوا بابا، لو سمحت روح من هون ولا تساوي لي مشاكل. نشربها بالجنينة؟ الجو حلو. أنا بيجي بعدين، يعطيكم العافية. الله معك. أنت منيحة؟ إيه منيحة. وأنا بعد ما قعدنا سوا امبارح صرت منيح. ممتاز. عفوا يا بيك، ممنوع السلاح. تفضلي. شكرا. انتظرنا هون. على الموعد تماما. بنت ابوها طبعا. كل انسان بتكون ماركته مسجله على عيونه، وما شاء الله انت مثل المرحوم ابي. لو ما كنت مثله كنت بضل عايش لهلا. اه تفضلي ادي. شو بتحبي نضيفك بالاول؟ بشرب معك شاي. جيبي لنا الشاي. أكيد أخباري عم توصلك ودريت بالفضايح. صحيح. يا عيب الشوم عليه، معقول بعد هالعمر يعمل عريس وعروس؟ يعني بصراحة
خلص ما بدي خبص بالحكي هلا. انت ما رحت على العرس وخبروني؟ انا مستحيل شارك بهالعيبة، وغير هيك ما برضى انه يزلك. انت امانتي من المرحوم ابوكي، من شان هيك اليوم اجيت لعندك. شو المطلوب؟ مريني لنفذ. انا وبعد طلاقي وظفت بالشركة شخص من شان يزبط لي اموري المالية ويساعدني بتقوية الشغل، اسمه عرفان وهو موهوب وشاطر، وانا تقريبا معتمدة عليه بكل الامور. ايه يعني بصراحة بدي اقول طالما انه نحن عم نحط رجل ثابتة بشغلنا على الارض، لازم الرجل التانية تكون تحت الارض. بالاخر انا مرة مالي حدا، مزبوط في عندي ولد بس بنص عقل واضرب من ابوه، يعني بوضعي هلا انا مسكينة ووحيدة، فشلون كل هاي امور الاموال والثروة والاملاك رح ديرن لحالي؟ مسكينة ما نعمات، انت بتاخدينا كلياتنا على البحر وبترجعينا عطشانين. يلا قوليلي شو المطلوب. ايه عرفان، خدوا لعند اوزكان، خليه يفوت بشغلنا، ما في يعمل هيك لوحده الا اذا انت مديت له ايدك واذا وقفت جنبه، صح؟ والله كلامك على العين والراس، بس هذا الشيء صعب. بالنهاية هو الشخص غريب ما عاشرنا وما منعرف عنه شيء من قبل. ليش سليمان ما كان هيك كمان؟ يعني ما دخل على الشغل تبعكم بس لأنه صهره لرشاد؟ وقت أبوكي كان موجود، ولولا ما كنا وثقنا فيه أساساً. تمام، هلأ أنا موجودة وبعطيك كلمتي، بس لا تكون ما بتوثق باللي بقوله. لا بوثق طبعاً، بس الشغل بهاي الفترة ما بينقاس بالفترة الماضية. الناس عم تهتري معادنهم يا خانو، وما منقدر نوثق فيهم. تمام، وما عم قلك خدوا فورا وخليه يبدا معكم بالشغل. انت ديب عتيق وخبره وانفك مستحيل يغلط، عطيه فرصه، ما ترفضوا هيك بسرعه. ايه خير. عندك فرصة واحدة، استغلها منيح، لازم يوثق فيك. ماشي. انت زلمة متعلم ومثقف وبروفيسور كمان، بس بنظري كل مواصفاتك ما لها اي اهمية بشغلنا. كيف قدرت تأثر عليها واقنعتها تجي وتطلب هالطلب؟ لانها بتعرف اني بفيدكم وبتعرف قديش عندي رغبة بهالشي. عرفان، قتلت شي زلمة بكل عمرك؟ لا، وما شفت زلمة عم يموت قدام عيونك ومتذكر منظره لهلا. أخي! طبعا شفت. شكلك من مجرد الذكرى انمغصت فورا. تحب اطلب لك مي؟ ما لزوم. إذا ما بتفهم بالأسلحة ما بيمشي حالك. والزلم اللي لازم تقنعه بحالك هو أنا. كيف بدك تقنعه؟ فكر وجاوب. أنا بفهم بالمصاري أكبر بيك، وحضرتك بالنهاية عم تدير اقتصاد كبير هون،
اقتصاد كبير ومربح وما له نهاية. شوف البترول مثلا له نهاية؟ إذا ما لقينا له بديل حقيقي رح تكون هي نهاية العالم. بس الشغل بسلاح خير. ال 3400 سنة الأخيرة من التاريخ فيهم 3132 سنة حرب. يعني كيف ما حسبناها رح نلاقي بشغلك ديمومة كبيرة. طيب ويا ترى شو عملت هالإنسانية بال 268 سنة اللي بقيوا؟ بال 268 سنة حاولوا انهم يعملوا حضارة، حاولوا يطوروا بالعلم، دربوا اشخاص بالتقنيات والاقتصاد مثلي لحتى نصير سلاح جديد ونشارك بحروب جديدة. شي شاعري وممتاز، حلو هالكلام. ورجيني خبرتك هون كمان. المهووسين بجمع السلاح بيكون عندهم قاسم مشترك. الأسلحة المستخدمة بالحرب العالمية الأولى مثلاً، أو المسدسات اللي بتنعطى للأطباء لما بيشاركوا بمعركة. بس الأسلحة اللي عندك بيرجعوا لأزمنة مختلفة، لماركات وموديلات مختلفة. صار عندي فضول أعرف شو القاسم المشترك بينهم واللي خلاك تحتفظ بهالمجموعة. بمستواك هذا صعب جاوب. بحب الشخص اللي بيناور مو اللي بيطلب، وبحب اللي بيوطي راسه ليفهم مو اللي بيسأل بتعالي. أنت ما فيك تعطينا شي. أنت في عندك فائض من المعرفة الزايدة. بس يا أخ عرفان، نحن ما بنشتغل مع رجال ما تعود إنه يمسك السلاح. يلا روح، الله معك. أكبر بيك. بصماتي صارت عندك. انت عم تجمع الأسلحة المستخدمة بجرائم مشهورة. كمين محكم أو اغتيال أو عملية مخابرات. مثلا هذا السلاح انقتل فيه الباشا محمود شوكت سنة 1413، الله يرحمه ويغفر له. وانت الظاهر عندك أسلحة جديدة، فخلينا نشوف إذا جوهرك منيح مثل منظرك. لو سمحت ما تنط من فوق الزحليطة مثل عادتك، وقعد منيح المرجوحة، وعطي أمك بوسة. يلا. أخ، رح نضل نلعب بالحديقة ليم الريان. طيب ماشي، انبسطوا ولعبوا. يلا بخاطرك. ألو عمران، أوف، قلت لحالي رح أعمل قهوة وأقعد على رواق، أمتى رجعتوا؟ يا ربي. أنا نفذت طلبك. بابل صارت شركة نظيفة واسمها مثل الفل. عقود الاحتيال شقيناهن. ليش؟ يعني هذا خبر منيح، بس كيف وشلون؟ أقنعت سليمان، وكان رح يوقع حاله بمشاكل لو ما سمع كلامي. رفيقك سليمان بيك ليش ما قتلك لليوم؟ تعي تعي عمران. تعي شوي بس شوي، لو سمحتي. طيب خلينا هون لوين آخر. يلا تعي، رح ننبسط كتير. تعي يا عمران. شو طلع مخك هلأ؟ أوف. أحكي. أنا سعيد لأنه في عندي أسباب عيش مشانه، ولأنه عندي أحلام. حتى حاسس أني لأول مرة ما بدور عن نقص بحياتي وبلاقي فورا. والشي اللي كان ناقصني هو أنتو، أنتي وريان. وأنا بترجاكي اسمحي لي بس أسعدكم معي.
لك شو هاد؟ انت قلتي لي بقبل اذا بينزل التلج لونه احمر. انت عن جد مجنون عمران، شو هاد اللي عم تعمله؟ لك لك انت ما رح تكبر يعني؟ مستحيل مستحيل. من كل عقلك يعني رحت دورت ولقيت هالاختراع الغريب هاد؟ يا الله عن جد مو معقول. انا كرمال عيونك الحلوه اللي عم تضحك هلا، انا مستعد اعمل اي شيء بيخطر على بالك. خلينا نتجوز بقى. بالإذن. لا تهربي مني عايدة، لا تهربي. مو صح الشيء عمران، مو صح أبدا. بسبب عرفان ما هيك؟ لا لا يا عمران، بس بنظري مو صح. ما فيني يكون معك ولو كرمال ريان، ما بقدر. أنت شو عم تحكي؟ لك أنا من 10 سنين بعشقك، ونحن اليوم في عنا ولد. أنت عمية يعني ليش ما عم تشوفي هذا الواقع؟ ما عم بستوعبك. اسمعي، أنا فكرت بوضعنا سوا مليون مرة، وكمان سألت حالي إذا عشنا مع بعض مثل ما كان لازم فشو بساوي؟ صدقيني رح ساوي كل شي بقدر عليه كرمالكن، وانت فيك تكوني مبسوطة، وشك وعيونك عم بيضحكوا مثل ما كانوا على طول. لشو لنهرب من سعادتنا سوا؟ يا عمران، لك انت مفكر انه ما بدي اعطيك فرصة لنكون سوا؟ بس والله مو بايدي، ما عم بقدر كون مثل قبل عمران. مو قدرانة انسى وجعي وماضينا، حاولت كتير وما قدرت ارجع لورا. صدقني هالشي مو بايدي. عرفان، خانم قلتي لي خبرك فورا، عرفان بيك هلا فات. ماشي. اللي شو بدك مني عرفان؟ عرفان
كان معك حق يا هيلا، هدول سرقوا مني حياتي، هدول سرقوا مني 8 سنين من عمري وأخذوا ابني مني وسرقوا سعادتي مني وسرقوا أحلامي لك، سرقوا قناعاتي ومبادئي كمان، حتى سرقوا مني فرصة أني يكون سعيد معك. بس بوعدك رح حاسبهم كلهم ورح خليهم بعد كل شي عملوه فيني يدفعوا الثمن، كل مين أذاني رح يدفع الثمن. أنا شو المطلوب مني عرفان؟ المطلوب منك تكوني جنبي وقت يجي يومهم. ما بضمن لك هالشي أيلا. لا تقرب لو سمحت، عرفان وقف. أنا بحبك أيلا، أنا لساتي بحبك مثل أول يوم إلنا، وما تغير شي أبدا، ما تغير شي أبدا، وبعرف منيح قديش بتحبيني، فما تبعدي، اوعك تبعدي. بدي قرار واضح فيك، تغامري كرمالي عرفان. لو سمحت بكفي. شو صار استاذ؟ المرة فاتت مثل النار وطلعت مثل النسمة. فيك تقول هلأ انه قلب سليمان صار بين ايدي. كان معك حق يا ايلا، هدول سرقوا مني حياتي، هدول سرقوا مني 8 سنين من عمري واخذوا ابني مني وسرقوا سعادتي مني وسرقوا احلامي لك، سرقوا قناعاتي ومبادئي كمان، حتى سرقوا مني فرصة اني اكون سعيد معك. بس بوعدك رح حاسبهم كلهم ورح خليهم بعد كل شي عملوه فيني يدفعوا الثمن، كل مين اذاني رح يدفع الثمن. اطلع من حياتي عرفان، بكفي خلاص. المطلوب منك تكوني جنبي وقت يجي يومه. والله العظيم لقيت الجزدان بالأرض. بالأرض ما ومجرب بطاقة الزلمة بثلاث محلات. أنا مو حابب أحرجك، بس قلنا فترة منيحة منعرف بعض، وبرأيي صار لازم نقدم خطوة. أنا بقول إذا بلا موضوع الخطوات ونترك القصة للوقت، هيك منكون مرتاحين أكتر. ليك بدي عزبك، معلش نازلني على اليمين لأنه بدي اشتري كم غرض قبل ما أروح على البيت لو سمحت. حضرتك ركان يا ونجي؟ ايه نعم. جزدانك عنا بالمخفر، تفضل خذ. اختي اجوا الشرطه اخذوه لبابا. اها، اي ساعه بيجي؟ انا بقول لك ايمت تجي. ها رايح معي؟ كأنك بلشت تخاف من هلأ؟ يلا أحسن هيك، لأنه المحل اللي رايحين عليه ما بيريح. أنا بتصل فيك وبخبرك. عايدة تفضلي. موافقة.
ما فهمت. قبلت، قبلت اتزوج منك. عن جد عم تحكي؟ خلينا نتجوز فورا عايدة، انا ما بدي استنى ابدا. عمران، ما في داعي انه ننطر ابدا، اعمل اللازم وفورا. طبعا طبعا. انا لازم امشي هلا، ريان لحاله. أنا مستعد وجاهز، ورح تندهش من النتيجة. اللي رح نشوفه هلأ مين؟ هاي العتمة السوداء، العين ما بتشوف العين، ما في صوت وما في ضوء، الإنس والجن اجتمعوا وانت لحالك عم تسمع أصوات بعيدة، في حركات وهمسات ما بتعرف من وين. حتى أرجل زلمة بالعالم بحس قلبه مقطوع من الخوف هنيك، وانت محتار بأمرك، مو عرفان إذا بترقد وبتستعجل أو توقف تتطلع بالعتمة لحتى تشوف وتعرف من شو خايف. الخوف ما بيأخر الأجل بنوب. أنا بفضل أتطلع بالعتمة وأعرف من شو خايف بالضبط. وبعد ما تتطلع شو حتشوف؟ اللي شو هو برأيك أكتر شي ممكن يخوف، أكتر منظر بشع ممكن إنك تشوفه؟ إن يكون الشر أمر طبيعي. ما خطر على بالي أبشع من هذا المنظر بنوب. تصير جريمة وظلم الصالح مثل الطالع، تصير السرقة والاحتيال أمور يتعودوا عليها البشر، يعني عم بيشوفوها بوضوح بس رضيانين وساكتين وعم يستمتعوا فيها. هذا أكتر شي بيخوفني، كأنهم عم بيشوفوا مجموعة أطباع عم يأكلوا غزالة صغيرة، وبدل ما يفوتوا بين أطباع ويضربوهن مشان ينقذوا هاي الغزالة، بالعكس بيوقفوا بصف أطباع، علماً أنه الضبع تحديداً ما بيأكل أي فريسة وهو شبعان ليستمتع. شايف الزلم اللي رايحين لعنده هلأ أوزغان؟ هو الضبع الشبعان وما عنده مشكلة يستمتع بأكل الغزالة ولو كانت جنين ببطن أمه، لهيك هو قوي وقادر. هذا باختصار اللي فيك تسميه حارس باب جهنم. لما دخلت بهالشغل تحت جناح حماي كان أطفى الروس شغلة طبيعية، ويلي ما بيقتل بينقتل، والكل دفع الثمن إلا أوزكان ضل صامد لهلا. ليش مسحور ولا بسبع رواح لحتى ضل صامد؟ لا مانو مسحور ومانو بسبع رواح، بس كان أكتر حدا عديم الشفقة وأكتر حدا قلبه ميت، كان مستعد يبيع أمه للشيطان، ما حدا عنده الجرأة يقرب عليه أبدا. وهلأ حابب تشوف شو في جوات العتمة يا بروفيسور. شر الإنسان على طول ما له حدود، بس طالما أنا مجبور أمشي بهالعتمة فبقدر أكون شجاع لأطلع منيح جواتها.
رح تتفاجأ يمكن إذا بقلك إنه حتى بهذا المكان فيك تلاقي مي لتتوضى وتصلي وتستغفر ربك وتتوب. لا ما رح أتفاجأ، وبتمنى ما أشوف كل شي بهالمكان، بس ما عندي خيار تاني غير إني أمشي وشوف. يا معلم عرفان، ولآخر مرة رح أقول، أنت متأكد؟ فكرت منيح عمران، هاي آخر فرصة، إذا بدك منوقف لتشم هوا وبرجعك على البيت فورا. فكرت وحسمت أمري. فكرت وحسمت أمري. لا مو حلوة، ما حبيتها. يا عمري، أنا سألتك سؤال، جاوبني ريان، شو رأيك بعمران وكيف بتشوفه؟ منيح، أنا بحبه، بيشتري لي ألعاب حلوة على طول. افرض إذا أنا وأنت وعمك عمران عشنا بنفس البيت مع بعض. ليش بابا وين راح؟ امتى ما بدك فيك تشوف ابوك حبيبي. بعدين عمك عمران ما بتحسه مثل ابوك؟ حتى فيك تعتبره ابوك. انا ابي عرفان، ما بيصير الولد يكون عنده ابين. شو خايف؟ الخوف منيح، بس شو أكتر شي مخوفك؟ إنه ما أقدر أكون أب لريان. يعني هلأ فيني أفهم منك إنه إذا يلي جوا قالك ليش في حواجب فوق عيونك وقوصك مو مشكلة؟ إذا جن وقوصني وقتها ما رح صير أب من أصله. عنده سوابق كتير وهي مو أول مرة. خليه ينسجن لشوف بالسجن شو بيطلع معه. ممكن توقع على أقوالك لو سمحت؟ معك ألم؟ لحظة. من اليوم ورايح إذا صار شي بخص هالزلمة لو سمحتوا لا تزعجوني ولا تحكوا معي بالمرة. يعطيكم العافية. شوي بس، معلش سامحيني، ما تقلعيني من البيت، ما عندي مكان غيره. بكفي بقى، خلصنا بابا. عائشة؟ الدكتور أخذ نص معدتي وغير الكلية وأخذ الطحال، ومن أمعائي قصوا مترين ونص وفتحوا قلبي وغيروا لي الشريان. بس ولا شي سمى لي بدني مثل أكل الخضرة.
دكتور ذبحني بهالحمية هي. الله يعافيك. سليمان، انت من ايمتى بتحكي بدون اذن مني؟ لا تاخذه معلش، شكله متحمس لانه حابب كتير يشتغل معك. لسه ما عرفنا اذا رح ينقبل بالشغل، في مرشح تاني لهالمنصب. لما نقول ما في حدا بيرجع من الموت، هون كمان نفس الشيء، ما في رجعة، واللي بيدخل على هاي الحياة ما بيقدر يطلع منها. ولآخر مرة بقول انت متأكد؟ متأكد بس من الخوف، خوفي اني اخسر ابني ابشع من الموت. اجيت بالوقت المناسب أكبر. صحة وعافية. شكرا. وجبت الفدائي الجديد معي. أكبر، شو القصة؟ أنا بعثت لك خبر، قلت لك عمران موجود، وقلت لك من هلأ ورايح بدنا نشتغل مع بعض. رحت جبت واحد تاني حطيته بقميل الزلمة تبعي؟ اللي منكن بيقدر ينفعني أكتر رح سلمه الشغل. سليمان زلمتنا من زمان ومن خيرة الرجال تبعنا. طبعا في شي بتحب تقوله؟ أنا مستعد أعمل كل شي بقدر عليه. طيب وأنت شو بتفرق عنه؟ أنا بعمل ضعف اللي بيعمله، قد ما جاب لك ربح أنا بجيب لك الضعف. أنا مستعد حط قلبي على طاولتك. لو سمحت أعطيني فرصة، أنا غير الربح ما عندي خيار بنوب.